لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا هنا قرية شمة في محافظة المنوفية، وبالتأكيد بتشرف اني معايا مجموعة من اهالي القرية نعرف منهم اكتر عن اللي بيحصل هنا داخل قرية شمة. برحب بحضراتكم كلكم معانا، وفي البداية اهلا بيك واتعرف بحضرتك. اهلا بيك ونورت قريتنا وشرفتونا ونورتوني وزادنا شرف بوجودكم معانا. شكرا، ده نوركم بالتأكيد. عرفنا على حضرتك اكتر، قولي اسمك ايه؟ انا الاستاذ طلعت محمد زهو، مدرس في مدرسة شمة التجارية، يعني لغة عربية إن شاء الله. يعني حضرتك مدرس، لازم تكلمني عن التطوير اللي بيحصل في التعليم هنا داخل القرية، شايفه إزاي؟ والله أنا عن نفسي لحد الآن أنا مبسوط جدا جدا باللي حصل في قريتي، وأتمنى أنه يحصل في جميع قرى جمهورية مصر العربية، وده مش هيحصل إلا بالمخلصين والناس اللي بيحبوا البلد وبيجاهدوا عشانه وواقفين وراء رئيسنا وواقفين وراء حكومتنا. قولي ايه من التطوير اللي حصل انت شايفه في قطاع التعليم كان مش حاصل قبل كده دلوقتي تم؟ انا يكفي النهارده ان انا هحس في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله، بس مع الصبر، ان المدارس بتاعه قريه شمه دي هتكون قرى نموذجيه ان شاء الله، بمناسبه ان احنا عدد الطلبه عندنا في الفصول كانت 40 وفوق ال40، ان شاء الله هتقل والتعليم هينصلح حاله، بس مع الصبر ومع المخلصين ومع محبي التربيه والتعليم في جميع مدرسي وزمايلي في التربية والتعليم. حضرتك بقى كمدرس بتشوف الطلبة ازاي؟ الطلبة بيقولوا لك ايه على اللي بيحصل؟ الطلبة بيقولوا لي انه كويس وكل حاجة، بس احنا عايزين التربية والتعليم دي فيها كذا اتجاه، فيها المعلم، فيها المنهج، فيها الكتاب، بس يا ريت ونفسي اتمنى من الله ان ظاهرة دروس قصة تنتهي من القرية ومن التعليم، عشان الطالب يتعب ويجاهد ويحصل على المعلومة بجهده أحسن من أي مساعدة من أي إنسان. بنشكرك شكرا جزيلا. أكمل مع حضرتك، يعني عرفني بنفسك في البداية. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. عرفني بنفسك أولاً في البداية. أولا نورتونا الأول ونورت شمة وضواحي شمة. المهندس ثابت توفيق عبد الفتاح الشعراوي، مفتش إداري بمديرية الطب البيطري من المنوفية. عظيم، حضرتك منورنا. يعني في البدايه قول لنا ايه التطوير اللي انت لمسه بيحصل هنا في القريه؟ التطوير الحمد لله والشكر لله، تم يعني تم اعمال ما كناش نحلم بيها في قريه شام، اضافه لكل سواء احنا رفع كفاءه المدارس رقم واحد، اثنين عندنا مدرستين اتنشأوا من البدايه من بعد حياه كريمه، مدرسه الشهداء وجناح في مدرسة الشهيد أيمن، تمام؟ ورفع كفاءة مدرسة الشهيد إسلام جنديل والشهيد محمد عيسى، وجميع المدارس ما شاء الله كانت بقت أعلى على مستوى كبير جدا. ده بالنسبة للمدارس. بالنسبة للقطاع الزراعي عندنا الجمعية الزراعية والطب البيطري، الوحدة برضو الطب البيطري بداخل الجمعية الزراعية، عندنا الطرق والأسفلت والجنينه اللي احنا واقفين فيها دي كناش نحلم بيها انها تكون عندنا في شامه دي اصلا، تمام. عندنا الشباب والرياضه تم رفع كفاءته بدرجه امتياز، فاحنا هنا الحمد لله والشكر لله حقيقي، يعني احنا في نعمه من وراء القياده السياسيه الحكيمه، سواء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او حكومتنا او اعضاء مجلس شعبنا النواب، سواء شيوخ او نواب شعب، تمام. وبالتاكيد ان شاء الله التطوير يكون مستمر. احنا الحمد لله التطوير مستمر وما زال مستمر موجود عندنا، سواء صرف صحي، سواء طرق، سواء نت، سواء ميه، يعني الحمد لله حقيقي. احنا ايه اكتر حاجه شخصيا في حياتك اليوميه فرقت معاك؟ اولا الشكل الجمالي للبلد، يعني تغيرت تغير جذري من يعني الأول. فعلا من مدخل القرية، من القرية أول ما بندخل كأنك أنت داخل مدينة، مش مدينة عادية، لا قول الزمالك، المهندسين وهكذا، حقيقي مش يعني تحس إن الشكل العام إحنا في مدينة يعني عالية جدا. بشكرك شكرا جزيلا. والله شكرا جزيلا ليك. سلام حبيبي. يعني بتشرف إن معانا كمان مجموعة من الأهالي، أتعرف بحضرتك. اتفضل يا باشا. كمال محمد احمد برويش من جوار شمة. اهلا بيك. أهلاً. يعني قولي عندك ولاد قد ايه؟ عرفني على نفسك اكتر. ولاد عندي 5 اولاد. ما شاء الله ما شاء الله. في مدارس ولا كبروا؟ لا خلصين مدارس الحمد لله. زمان بقى وقت ما كانت يعني المدارس قبل التطوير الوضع كان عامل ازاي؟ لا الوضع كان تعبان عند الوقت خالص، اما دلوقتي يعني الحمد لله في تطور وفي احسن يعني عن الاول خالص، في تغيير نعم عن الاول. ايه تاني انت شخصيا بتلمسه في حياتك اليوميه في بيتك
ايه اثر عليك؟ اللي اثر عليا يعني لقيت في احسن عن الاول خالص. اللي ما تلوش كنت تلاقي الاول دلوقتي تلاقيه، اما الاول كنت تجهد وتتعب عم ما تلاقي الشيء. دلوقتي يعني الحمد لله كل حاجه متوفره، والحمد لله بقى الظاهره احسن من الاول خالص. يعني انت يعني اتكلمت عن التعليم، طب الصحه اخبارها ايه؟ المستشفيات دلوقتي بتيجي الحمد لله، بتلاقي اي طلب عندك اللي انت عندك، حد تعبان ولا حاجه بتلاقي اي دكتور بيكشف على اللي انت عنده اللي انت عاوزه. اي حد تعبان بتكتب يكشف عليه، واللي مش موجود في المستشفى بيكتبوا لك يقولوا الصيدليه من بره. يعني الحمد لله يعني في تطور احسن يعني. ان شاء الله بفضل حياه كريمه وفضل الناس الكويسه معانا وبجهد معاهم يعني، وربنا يصلح الحال البلد وان شاء الله التطوير كمان يفضل أحسن مستمر يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كمان نتعرف اخيرا على حضرتك، عرفني بنفسك. رمضان علي مرسي خليفه، قريه الشمه. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الرائع، واهل حياه كريمه على المجهود اللي حصل في شمه. اولا تم بناء مجمع مصالح، احنا بينا وبين اشمون 18 كيلو. كان كل مواطن بيطلع يعمل بطاقه، يعمل فيش، يعمل اي حاجه بيعملها في اشمون 18 كيلو. الحمد لله رب العالمين عندنا مجمع مصالح في جميع المصالح الحكوميه. تمام، ان شاء الله باذن الله، وربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين بالغاز الطبيعي. ده كان مستحيل ان كان يوصل القريه، واصل الغاز الطبيعي، وكل المواطنين عندها غاز طبيعي في بيوتها حالا. تمام، الفايبر الحمد لله رب العالمين وصل لطلابنا في القريه الفايبر، والنت اشتغل وتمام والحمد لله. بالنسبه للمدارس، تم انشاء مدرستين جداد من الارض للمباني للتعليم، اشتغلوا الحمد لله. بناء المستشفى، مركز طب اسره، مدخل القريه الحمد لله رب العالمين تمام. السابلت اتعملت حديقه للاطفال، حديقه للناس تمشي عليها وتقعد فيها، والحمد لله رب العالمين كل حاجه تمام. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم بالتاكيد على متابعتنا. احنا لسه مكملين معاكم في جولتنا من هنا من قريه شمه بالمنوفيه.